انت بتعمل ايه يا سيدي؟ انا كنت شايله هنا، اتمنى ما يكونش حد من اللصوص لقاه. طيب قولي بتدور على ايه؟ ايوه اهو لقيته يا يحيى. ايه ده؟ انت عارف ان التمثال ده دلوقتي يعتبر اكتشاف جديد؟ ده تمثال تم نحته ليا وانا طفل في حماية حورس، وبيعبر عن اسمي رعمسو. خليه معاك يا يحيى، وفي الوقت اللي تحتاجني فيه وانا مش موجود افتكر هديتي ليك، وافتكر كمان التعويذة اللي خلتني افتح عيني واكلمك. انا نفسي احتفظ بيه فعلا، لكن ما اقدرش اوعدك. عموما انا هقول للاستاذ عصام وبابا وهم يقولوا لي اعمل ايه. اكيد هشوفك تاني. طول ما في مغامرات اكيد هيحصل لي كوارث، ومحدش هيقدر ينقذني منها الا انت. مع السلامه يا يحيى. استنى استنى. ايه تاني؟ ايه ده؟ انا شايف نفسي. كان نفسي اقول لك ابعتها لي بس ما عندناش. سلام يا يحيى. اتروعة. اهجموا عليهم، اهجموا بسرعة، احرقوا ارضهم وخلصوا عليهم. احنا مستحيل نبقى ارض واحدة. احرقوا الارض. محاولة هجوم جديدة من الشمال. كل خطوة بنقربها اكتر ناحية الوحدة بنبعد قدامها خطوات بسبب حملات غير محسوبة. الرد لازم يكون في الحال، والحساب لازم يكون شديد. انت دلوقتي حاكم الجنوب وجيشك هو الاقوى، تقدر ترد على الهجوم اللي حصل بقوة، لكن لازم تبقى عارف ان زي ما في محاولات وحروب وجنود ضحوا بأرواحهم عشان وحدة الأرض دي، في برضو اللي يهمهم انها تفضل متقسمة ويفضل أهلها يتحاربوا طول الوقت. الجنوب مع الشمال حرب مستمرة ما تنتهيش، لازم تفكر كويس. التفكير دلوقتي في الاستعداد أكتر للسيطرة على كل مدينة في طريقنا للشمال، واللي ما قدرش يحققه أي حاكم قبلي أنا لازم أحاول لحد ما يحصل. توحيد القطرين هو أمل الأرض دي في إنها تفضل موجودة. أنت عارف سيدي الملك مدى تقديري ليك، وأنا مقدرة إن زواجك مني وأنا من مملكة الشمال كان خطوة مهمة في طريق السلام وتمهيد توحيد الأرض، وأنا أقدر أقولك دلوقتي إني جنبك وهساعدك في كل حروبك وحملاتك العسكرية لحد ما تحقق هدفك. يعني تحتب زواجي منك حتى لو كان له أسباب سياسية ما أقدرش أنكرها، إلا إن وجودك بقى من أهم أسباب قوة ملكي وقدرتي على تحقيق اللي بفكر فيه. إحنا فين يا سينو؟ ومين الملك ده؟ ها أنت هنا يا يحيى، تقريباً في أبعد نقطة من الزمن وصلنا لها لحد دلوقتي، وده الملك مينا، وهو هنا لسه حاكم للوجه القبلي في كيمت. مينا؟ أنا عارف الاسم ده. مش الملك مينا هو موحد القطرين؟ أنت هتعمل زي صديقك الأستاذ عصام وتقول معلومات أنت كمان؟ لا خلاص خلاص، كمل يا سينو. مشوار طويل. أنت هنا في جنوب كيمت، تحديداً عصر ما قبل الأسرات. جنوب كيمت؟ أنا كنت في الأقصر. تفتكر ده ليه علاقة يا سينو؟ إيه؟ الأقصر؟ إيه الأقصر؟ الأقصر دي محافظة في جنوب مصر، واللي اسمها في زمانكم وسط. إحنا فعلاً في مملكة الجنوب، لكن لسه وسط ما بقتش موجودة.